إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ولا يجوز لأحد أن يتركها كائنا من كان. فقد أخبر الله جل وعلا أن كتابه العظيم لا يفهم إلا بسنة نبيه الكريم في مواطن من كتابه. وكم من آية في كتاب الله تحتاج إلى تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، احتجنا أن نعرف ما هي هذه الصلاة، وما طريقة فعل المؤمن لها، وما هي أركانها، وكيف نقدم بعضها على بعضها الآخر. وهكذا في فريضة الزكاة نحتاج إلى أن نعرف الأموال الزكوية ونسبة الزكاة منها. فهذا كله بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على حجية السنة النبوية ما وصفها الله عز وجل به بأنها وحي من عند رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن ما جاء به هذا النبي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على حجيتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، كما قال تعالى: محمد رسول الله. وكما قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن مقتضى رسالته أن نعمل بأمره، وأن نسير على هديه، وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله عز وجل أن نخالف طريقته، وأمرنا باتباعه، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال رب العزة والجلال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.